تبدأ القصة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. عادت الشبكة التلفزيونية لقناة حنا بعل الشبكة الشتوية بكل برامجها. هذا هو المسامح كريم، من هنا تبدأ القصة، من هنا تبدأ الحكاية، من هنا يبدأ المسامح كريم. إلى فاصل ثم نتواصل ونعود. المنجي بن أحمد بن عبادة العمري، مشكلتي أني متخاصم من يوم مرتي، هارب علي من الدار وعندي منها طفلة. طو عندي عامين من 14 جانفي 2011 ما نجمش نشوف بنتي. ثاني مشكلتي الوحيدة اللي نحبها تتحل هي أني نشوف بنتي بالطرق القانونية. أنا محل زي بنت الطيب الجيني، عمري 50 سنة. أنا عرفت مع واحد يدي، جبت منه ولايت، حكولي ولدي خليته عمره شهرين وجيت لتونس، من وقتها ما ريتوش. تعمل أكبر زي يحب الراه ولدي، راني مشوية عليه، اسمه محمد علي بكوش. أنا فاطمة سرجاني بالبوركبة، العمر 71 سنة. أنا عندي مشكلة صغيرة هي تتمثل، عنا صديقتي لهنا في بالبوركبة قبل وفاتها خليت 3 صغيرات وصاتني عليهم، بعد الوفاة بوهم هزهم ومشيوا. أنا قعدت محروقة على كل 3 صغيرات نحب نراهم ولو حتى دقيقة. الأسامي نتاعهم هما زياد الشابي، نوال وعواطف. أمهم اسمها رضية بن عمر أصيل تشوسة. إذا كان في الاستماع إلي ينجموش يتصلوا بي، راني في حرقة كبيرة باش نحب نراهم. أنا سهام مختار، مرت مهدي بريف، نسكن في الحمامات، عندي بنتي نهار لحد تعوم بحثينا في الشط، ياخي ما نعرفش هكا تمشي تمشي قدامنا، بعد ما لقيناهاش كي جات الغواصة من بعد لقينا الشمبرير متاعها في وسط البحر وهي ما فماش. أنا الناس في قناة حنا بعد اللي يخدموا فيها الكل باش يعاونوني يشوفوا لي بنتي فين مشات. نتمنى 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 من كل قلبي تعاونوني وما تخيبونيش. عبد اللطيف البرهومي، عندي زوجتي بجوز أبنات من 27 ما فماش. اسمي سيسي الجيري من الصخيرة، مشكلتي تتمثل في كون زوجتي عذرتني على أحداث العرس ب3 شهور، حاولت بجميع الإمكانيات الصلحية معناها ما نجمتش بأمور قانونية لتو لحد الساعة دي ما فما حد شيء. بقى لي برنامج مسامح كريم، أنا نحب نسألها وإذا كان فما مكتوب بيناتنا وإمكانية صلاح مرحبا، ما فما حتى إشكال. والحاجة الأخرى اللي كوني عندي بنية عمرها 2.5 اسمها نور الوداد، أنا نحب نعرف عليش مشيت. أنا عزيزة الخالدي من سوسة، نحب نكرم أمي سعاد بنت عبد السلام الكيبسي، نقولها راني نحبك برشا وربي يخليك ليا ويطول في عمرك، وإن شاء الله تسامحني على التعب اللي تعبتولك وربي يخليك ليا، ماذا بيا نجيبها ونكرمها ونبوسها من جبينها. جميلة السماري، نركز على أخويا محمد صالح السماري، غايب عنده 11 سنة مشان في عنف حارق، جاي طول معروف باسم عبده في باريس. كانت هذه مختلف تدخلاتكم عن طريق الموزع الصوتي 88 40 31 31. حنا بعل تصغي إليكم وفريق المسامح كريم ينظر باهتمام في كل التدخلات. عندما لا تجد أحدا يستمع إليه نحن نصغي إليه، نفتح لك باب الأمل ونوافذ المستقبل على الرقم 87887 مع إضافة إمكا ثم ترك فراغ، أو على الموزع الصوتي 88 40 31 31. للاعتراف بجميل، للالتقاء ببعيد، للاعتراف بخطأ، للتصريح بمشاعر، للقاء شخص عزيز عليكم، للبحث عن الحقيقة ونشر قيم التسامح والتصالح، للتدخل لفائدتكم في حل مشاكلكم، للتواصل معنا ابعث SMS على الرقم 87887 مع إضافة إمكا ثم ترك فراغ، أو على الموزع الصوتي 88 40 31 31. مساء الخير لكل من التحق بقناة حنا بعل في هذه اللحظة،
قلكم ما تغيروش محطة قناة حنبعل، تابعوا برامج قناة حنبعل. هذه الليلة ليلة المسامح كريم، ليلة الجمعة على قناة حنبعل. طبعا للمشاركة في البرنامج ابعث SMS اكتب MK والمشكل المطروح على الرقم 87887 أو عبر الموزع الصوتي 88 40 31 31 أو عبر الفاكس بالنسبة إلى داخل الجمهورية 70 944 935. نحب نقول الأولوية، الأولوية للمرور في المسامح كريم هو عبر الأسماس ثم عبر الفاكس، يعني وعبر الموزع الصوتي أيضا، هما الثلاثة وسائل اللي عندهم الأولوية. يعني في حالة الاتصال المباشر بقناة حنبعل مش باش تكون الأولوية للاتصال المباشر. طبعا صيغة البرنامج منذ بدايته قبل 4 سنوات ابتدأ بهذه الطريق. حاب نقول أنه سنركز في المسامح كريم كالعادة على البعد الاجتماعي، وأيضا سنعود إلى بعض الحالات اللي اشتهرت من خلال المسامح كريم واللي الناس عرفتها وقعدت تتساءل حول مآل ما مر في المسامح كريم، مآل تلك القصص اللي شدتكم واللي انتبهلتوا لها. حب أنطلق في الحالة الأولى للمسامح كريم. حب نستقبل بتصفيق كبير منكم أماني في المسامح كريم. أماني مرحبا. أماني أهلا وسهلا بك. أماني مرحبا. أماني أعطيني أقوى الأماني. تفضل أماني. كيف تقدم لي روحك أماني؟ أماني بوكو جا باس دوزيام أني فاك ميكانيك. دوزيام أني فاك شنو تقرا؟ شنو اختصاص؟ ميكانيك. ميكانيك؟ ميكانيك عام يعني؟ تصميم وتصنيع. ها؟ تصميم وتصنيع. تصميم وتصنيع. ذوما من الأحداثات في الكليات الجديدة، معناتها اللي تستجيب لمتطلبات الاتصال. أنت اخترت باش تكون في الميكانيك؟ تحب الميكانيك؟ تحب تطلع؟ ما فما ميكانيك الطيران يقول لي قالوا ميكانيك افيون. أيوة. شكنت؟ وين راسمه؟ شكنت راسمه؟ بل شنو راسمه؟ علاش نقولوا شكنت؟ شنو راسمه؟ في بالي مش نعمل تريباب باش نقرا دوزون فاتيكان في اكاديمي. علاش قلت في بالي؟ خاطرش سكور ما خلطنيش. سكور ما خلطكش؟ باش تكمل دراستك؟ ان شاء الله. ان شاء الله. متفائله بالدنيا؟ الحمد لله. الحمد لله. انتم قداش في الاخر؟ انا واختي وخويا. انت واختك كهوا؟ وخويا. واخوك. انت الكبيره؟ ايه. امان كيفاش بدات قصتك مع الحادثه اللي اعتقد انها غيرت نوعا ما حياتك؟ ما نقولش المسار ولكن غيرت شويه حياتك. في الصيف حبيت ندخل باش نعاود انا معناها ونرجع نقرا معناها يعني انت تقرا وفي الصيف حبيت تخدم عمل موسمي باش تعاون بوك وامك. بوك شنو يشتغل؟ في الاستياس. يعني امكانياتكم العائليه ما كانتش كبيره؟ ايه. حبيت تخدم وين مشيت تخدم؟ صاحبتي خطيبها عنده معمل بتاع بلاستيك، معناها ديما تحكي لي عليه. قلت لها معناها كنا نتكلموا وندخل نخدم معاه. يعني خدمت قبل معناها في فوندوسي نتاع سبب تعب، حبيت نمشي نبدل. قعدت نكلمه بعد 10 أيام ذوري كلمتني قالت لي كانت تحب معناها قالت لي من غدوة تبدا تخدم. قلت لها بلي مشيت نخدم في عمل بلاستيك. قداه قعدت تخدم؟ دخلت نهار اثنين تضربت نهار اثنين. دخلت نهار اثنين؟ تضربت بنهار اثنين. بنهار اثنين؟ 8 أيام يعني ان شاء الله. عديت اسبوع فقط في الشغل. كيفاش كانت الحادثه؟ كيفاش تضربت اللي فقدت فيهم زوز ايدين؟ كيفاش كانت اللحظات؟ نعرف لحظات صعيبه وما تحبش تتفكرها وقلت ما نحبش نرجع لها، ولكن يلزم الساده المشاهدين يفهموا. انا مشيت 8 كما العاده نخدم. مشيت 8 كالعاده نشد الخدمه. حطني عليها الماكينة ثالث مرة هو يحطني عليها. يحطك على الماكينة ورا وكيفاش تخدمها؟ كيفاش تخدمها؟ اي وراني جوست معناها نصب فيها البلاستيك وترحي معناها. هذيك شفاه. حكيت العشرة وربع العشرة وربع العشرة ونص حكيت ضربت في الوقت هذاك.
جيت نصب ما عرفش كيفاش تخطفت يدي في الطنبور. ديزون تصب هكا؟ صب تخطفت يدي؟ تخطفت يدي اليمين. اليمين بديت؟ اه. معناها نعيط وهي عمال داخله لداخل والطنبور قاعد القالب. تحس روحك قاعده تتجبد من يدك؟ اه قاعده تدخل فيها. ما نجمتش مش نجبد ونعيط ما سمعونيش. في بالي دخلت يدي اليسار معناها باش نجبد بها. جبدت معها معناها اني داخله ونعيط وما سمعونيش. لانه فما حس وقتها فما حس الماكينه وزيد اني معمل بلاستيك. دخلت اليسار باش تجبد اليمين؟ في بالي باش نجبد بها اليمين. جبدت مع بعضها. في اللحظه ذيك تلقائيا حبيت تمنع يدك؟ اي شوف لحظه ذيك شو اللي نجمش معناها كيفاش باش نوصف لك اللي حسيته وقتها. ما معناها نعيط وخاطري عملت تجبد فيا معناها معناها كان هي ما جاتش قصدك وما كنت راني تحبش تتذكرها. انا يا ما خبيت بعيني دمع يهم الساكن فيه وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع. إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني. إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع. أكيد أكيد أماني لحظات صعبة صعيبة عليك أنت بالذات أكثر شخص لأنك عشت. القصال كان إلى حد مكان عالي اليمين اليمين شوية معناها يعني آه اليسار هي اللي رغم هي الثانية لا اليسار تحت المرفق بشوية مازال أما اليمين برسك الكل معناها برسك الكل. كان هذا ربما يشكل خطر على حياتك حسب الأطباء؟ ماش ندمت اللي خدمته مني ولا ما ندمتش ولا تقول قضاء قدر؟ قضاء قدر قضاء قدر قدر لك. شو اللي تغير في حياتك من نهار ذاك اليوم؟ ما الذي تغير بصراحة؟ ما عادش معناها برشا حاجات معناها كنت نحبهم كنت نحب نعملهم بريسك معناها كرهتهم خاطرش أي حاجة مش يوليو هما يعملوهم لي. ما عادش عندي في حد شيء معناها حتى حاجة نحبش نعملها وليت ما نقولش عليهم ما نعملش باش هما ما يعملوها ليش لهم هما ينفذوها لي هما. شكون اللي يلبي لك حاجاتك؟ شكون؟ عندي ماما وأختي وبنت خالتي. صعبة أنه فتاة في عمر كنتي شابة صغيرة في العمر تدرس ناجحة في دراستها أنه تلقى روحها في هذا الوضع؟ صعبة برشا الحكاية. هل أثر فيك نفسانيا شوية؟ ولا إيمانك بربي وإيمانك بالله وإيمانك ربما بالمكتوب والقدر اللي هو كل إنسان منا عرضة إلى شيء ما حتى حد ما ايه بوك شكرا بوك يعني حس بوضعيتك ولا لا؟ حاسس وأمك
ماما أكثر وحدة. أكثر وحدة؟ هل هذا قلص من عزيمتك لمواصلة الدراسة؟ قلص من عزيمتك؟ أنا في بالي مش معاش النجم كم مع أصحابي وقفوا معي قال لي نجم جي تقرأ وهما شجعوني حتى مدير الفاك متاعي معناها قال لي فما حتى مشكلة إجا أقرأ على روحك تنجم تكمل ديك عليه معناها أي أنت معاملة باش تمشي إن شاء الله أكيد مش رسمتي إن شاء الله أنا باش نحكي لك ال والله يا رب هو الكلام راه ساعات أنا شو الحلمة المزعجة اللي حلمتها؟ قالوا لي مرة حلمت حلمة مزعجة. شو الحلمة اللي حلمتها وقلقتك؟ كيف بعد ما خرجت من السبيتار معناها؟ أول ما خرجت؟ إي بعد ما خرجت من السبيتار بنهارين ثلاثة أيام معناها نحلم معناها أعطيني خدش معناها بيبي يقول لي قال لي تنجم تعمل عملية زرع. وقتها معناها وين نمشي يقول لي ما تنجمش معناها سكرها في وجهي تقعد هكاك صغير. قال في الطب معناها مش قدام شوفوا لي حل ما نجمش نقعد هكا قال لك مش تقعد هكا تكمل حياتك الكل هكا كما غير يدي وقتها قلت لك معناها جاتي ماما قالت لي شبيه قلت لها راني صايم مش نقعد هكا اني متقبلتها الحمد لله ربي قدر لي هكاك المهم صعيب هو صعيب ولكن العلم قاعد يتقدم أيضا كانت هذه أقصى معلومة ربما قلقتك أماني لكن فما التركيب وانت تعرف فما تثقف وتعرف للبروتيزوني ما نحبش بلاستيك تحبش نعم بها حد شيء على مؤقت معناتها أقول لك على حل مؤقت مش انتك تخرج الشارع تبدا مرتاحه اكثر خاطر حتى حد مش بشدك من يدك يقول لك هذه بلاستيك ولا يد يعني انت تبدا ماشيه تقرا وانت اليز مرتاحه فهمت انا كيما عم بها حد شنو مش نمشي نقرا البروتيز معناها قالوا لي جوست بروتيز معناها ما تحركش بتاع عم بها حد شيء كيف كي بلاش معناها ما يسالش اقبل امامي احيانا يلزمنا نقبلوا الحل المؤقت في انتظار الحل النهائي احيانا تضطرنا الظروف باش نقبلوا حل مؤقت باش انت تلبس حوايجك تخرج كما الناس كلها وراو فيهم نحن في الشارع واحيانا ما نتفطن والله انا شخصيا برشا قابلوني وما تفطنتش صراحه نحكي لك الا ما يسلم عليا ويمد يده ما تفطنتش يبدا يحكي معايا ويعرفني من المسامح كريم من فريق المسامح كريم وما تفطنتش اماني بالحق ما تفطنتش اللي اليد هذيك صناعية ومركبة ماشي بتصفيق كبير منكم أمين شو الأمنية اللي تتمناها تقوم صباح تلقاها تحقق أنا عندي سؤال افتراضي ما ديما نسأله هذا السؤال الافتراضي شو أمنيتك اللي تحبها تتحقق في يوم ما أمان في يوم ما نرجع معناها نمارس حياتي نورمال يعني عادية حتى يدي برك يعني عادي ما نحبش نستحق حتى حد شكون يعمل نحب أني هذيك الحاجة نعملها على كل مالي نحبك تشوف أنا عندي ضيف نحبك تشوف شكون الضيف اللي موجود في الاستوديو ونكمل حواري معك إكرام مساء الخير مساء الخير عبد الرزاق مساء النور كرام اهلا وسهلا بك انا وبيك. عندي ضيف هل وصل الى قناه حنبعل ام لا ضيفنا موجود بحضنا في بلاتو المسامح كريم مع عبد الرزاق خليني نشوف واماني تشوف معايا الضيف اللي استدعيته الى جانبك اماني خليها تطلع اماني من هو اللي يظهر على شاشه التلفزيون زيد قرب لها الصوره سي كريم ماما ماما أم أماني أم أماني نعم ما الذي تغير في حياتك يا يوم أم أماني من يوم
الاثنين اللي صارت فيها الحادثة تاع أمان، شو اللي تغير في دنيتك انت بالذات؟ برشا حاجات تغيروا لي خاصة مع أمان. حسن هي بالذات هي كبيرتي، هي نور عيني هذيك. هي تغيرت أماني بدورها بالحادثة اليوم؟ نفسيتها أكثر حاجة، نفسيتها نفسيتها تحب ديما راقدة ومتحب حتى حد ديما وحدها. جاءوا أصحابها اللي يقراوا معاها البارح؟ جاءها. تلقى روحها في الحديث معاهم في الحوار؟ تقعد بحذاهم، تقعد بحذاهم وأمو يمشي وهي ترجع ترقد. الفرق بين ليمة لولا متاع الحادثة واليوم، ما الذي تغير في أماني؟ هل أماني بدأت تتحسن، خليني أقول نفسيا واجتماعيا ومن ناحية اندماجها في المجتمع، أم قعدت هي؟ هي ليمة لولا ممكن مش حاسة بلي صاير لها، بالعكس تو بدأت تحس. أقصى يوم ريت فيه أماني تقلقت عليها أنت برشا برشا؟ بريد هذه حاسة اللي هي بدأت باش ترجع تقرا، قالت لي المرة نرجع نقرا، ومن بعد قالت لي مع يعني رسمتها وكله، قالت لي ما نحبش نمشي نرجع نقرا. ليالا قالت لي باش ترجع تقرا؟ هي ما هو أنا بديت نسجع فيها وهي عارفتني أملي الوحيد هي للقراية. تعرف والقراية ما عندهاش علاقة بالوضع اللي صار لها، أوكي وضع نعرفه صار وهذا مكتوب، ولكن قرايتها زادة لابد أنها تواصل. وشفنا برشا ناس تحداوا برشا حاجات وصلوا إلى نتائج. شو تتوعد أماني الوالدة متاعك؟ إن شاء الله باش نرجع. والدة أماني، نعم، شو الأمنية اللي تتمناها أنت لبنتك؟ بصراحة أمي نتمنى تتمناها بنتي تعيش حياتها كما كانت، طامع في زرع يد بركة باش تكمل حياتها، الخطرين مش تدوم لها. إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني. إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع؟ إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع؟ إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع؟ أماني قد عندها الحادثة بالضبط من أيامات؟ أكيد حافظة قديش من يوم؟ نهار 16 نغلق شهري. من 16؟ 16 جوليا، نهار 16 جاي نغلق شهري. تعمل شهري. الوالدة بتاع أماني. نعم. عملية الزرع هل ممكنة في تونس خارج تونس؟ قالوا لي في ألمانيا ولا في فرنسا، أو أكثر حاجة هي في ألمانيا. معنا حتى في فرنسا قالوا، معنا كم يقولوا كلينيك عندي شكون في فرنسا يعني. حبيبة هكا سألت لي قالت لي هو كلينيك ويجي طبيب من ألمانيا يعملها في فرنسا، أما الأصل الزرع في ألمانيا. العملية قديش تكاليفها؟ قالوا لي من عرشة، قالوا لي تقريبا 300 مليون. 300 مليون اليد
أماني ترفض أنها تركب لدينا ذوكم الاصطناعيين. قتل من نعم بيهم حتى شيء. قتل من نجم نعم بيهم حتى شيء علش نعمل فيهم معناها كيما نقولوا علاش باش نخسر يعني قداش من مليون ولا قداش نعمل هذه ما نقعد كي حتى يسهل ربي نعمل الاخرى بزيد معناها لمين واحد خاطر الاخرى قالك ما تنجمش حتى معناها مش تقرا مش تقرا انا حتى مش توقف في الكار ما تنجمش جوست هكا الدوب هكا تحرك حاجه اما باش تقضي بها حاجتها لا انا هو النهار اللي قعدت في ذاكرتك واللي تعبك برشا وتترى في بنتك في الوضع ذاك أنا هو نهار 16 جويليا مستحيل ننسيه هذاك مستحيل ما حدش مرتاح ازاي بندور على الفرحة واحنا بندور في جراح ما حدش مرتاح بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح ما حدش مرتاح ازاي بندور عالفرحة واحنا بندور في الجراح ما حدش مرتاح بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح يظهر عذاب الحب خلاص تحنينا ومفرقين روحنا في مليون اتجاه واللي بيبكي علينا قصادنا ومش شايفينه بعنينا وبنبكي على اللي راح يسهر عذاب الحب الله استحلنا ومفرقين روحنا في مليون اتجاه علينا قصادنا ومش شايفينه بعنينا وبنبكي على اللي راح محدش مرتاح طبعا والدة أماني مرحبا بك سيدة أماني ايش عندك والدة أماني أنا سوزة بنت وليت أثرت فيك الحادثة قالوا لي أكثر كبرتك أكثر من تشارينا دولة
نحبش يعني نحبش نبكي قدامها، ما نحبش حاسس كليني خاطر هي حاسه بيا هكا تزلي تحب تزلي مورالي هي ديما، ونحبش نحسس الذاده لاني تعبه هكا بها برشا خاطر هي مشات تخدم اصل شو تخدم باش تعاوني تعاوننا كبيره باش تعاون بهم ساعات نقول بكيت ها برشا ناس مشاو يخدموا في المعمل ما صارش امان جاي يعطينا ابتسامة والله يغمم انا قلبي يعلم الله والله العظيم يعلم الله تصفيقة كبيرة على أماني أمان أنا نحب نختم معاك ولكن نقول أنت مرورك في المسامح كريم شنو الحاجة اللي تحبها تتحقق من خلال هذا البرنامج والناس اللي تتفرج فيك والناس اللي تسمع فيك كمان ولا تخلي أمك تتكلم ها تكلم أمنية تمشي ولا المانيا اللي قلنا وين الزرع قلت كمل بيد بركة تعيش حتى حياتها كي طبيعي العبيد ولا إني ما يجي حتى شيء طبيعي كي يقبل كيفاش؟ تعيش حياتها طبيعية على القيلة معناها وقت تدخل انت تعمل حرمتها تعمل اي تعمل حرمتها وقت تسحق شربة ما تجيبها وقت تسحق اي حاجة خايف عليها من نهار اخر تخمم في نهار اخر تخمم في غدوة اني وصلش لنهار اخر تاخذ ببركة يزي ولا ساعة أخرى شكون بها عندها أختها تحية إلى شقيقتها اللي كانوا بنا كيف حد تدخل هذه شقيقتها خلينا نستقبل شقيقة أماني سلم على أختك وعلى أمك هاك ذكرون قدمني روحك تبكي مسكينة ولا مش قول بتصفيق كبير منكم وهي تبكي لا علي اشرح اختها الصغيرة انت الصغيرة ماكش تسلم فيها ايه فيك اختي من وراين ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم شو تحب تقول شو تحب تتمنى شو تحب الصوت اللي تحب توصله من خلال الحمد لله اللي أختي ما بيناتنا نسمع وحسها في الدنيا الحمد لله يا ربي نتمنى إنها أختي ترجع لحياتها تعيش طبيعية إن شاء الله تبدلت تماني شوية تبدلت حتى كيف طبعك مش بعك تماني يا فيكا أمل يبقى الأمل يبقى الأمل ولابد من التحدي ولابد من نظر الغدوة والعملية اللي تتعمل اليوم صعبة في تونس بعد 10 سنين تولي سهل وانا نعطيك دليل مش نطمن فيك ولا مش نخدع فيك ولا مش نبدلك في الحقائق عمليات القلب المفتوح اللي كانت صعبة في تونس قبل 10 سنوات 12 سنة وكانت مئات يموتوا في تونس يوميا أصبحت اليوم في المستشفيات التونسية عادية السيدة سامحوني في الكلمة اللي كانت تقتل في ظرف 6 أشهر و7 أشهر أصبح اليوم في تونس مريض السيدة يعيش 20 و25 و30 سنة برشا عمليات كانت صعبة في تونس أصبحت ممكن يعني أنا كي نشوف عملية تقولي توا اليوم صعيبة زراعة اليد أو عضو من الأعضاء لكن نشوف زراعة الكبد زراعة القلب صارت في تونس مثلا يعني صارت حالة ولا حالتين وثلاثة أما باش تصير وأكيد الطب يتقدم وهذا أمل يلزم نخليوه مازال عندك أمل أماني بتصفيق كبير منكم يبقى الأمل بتحدى العالم كله وانا وياك
انا عشق لك عشق القمر لانك ما وليت والسهر والشوق لك والخيال واحتمال كل البشر انا عشق لك عشق القمر لانك ما وليت والسهر والشوق لك والخيال واحتمال كل البشر من يوم هذه قصة أمان الشابة التونسية اللي تدرس في الجامعات التونسية واللي خرجت في يوم ما في شهر جويلية باش تخدم باش تعاون بوها وامها اللي هما عائلة ربما عادية ومتواضعة كما كل العائلات التونسية. خرجت أماني باش كي ترجع في سبتمبر تقرأ تلقى كل حاجاتها، لكن كان هناك القدر، القدر اللي خلى أمان تفقد يديها الاثنين مش يد زوز وأصبحت عاجزة على القيام بكل واجباتها. بعد غدوة أو غدوة يوم ترجع أماني للكلية، صعب عودتها أكيد من ناحية نفسانية ثقيلة عليها، ولكن أماني وعدت أنها باش ترجع تقرأ لأنه هذاك قدر والدراسة يلزم تكمل ويزمها تكمل دراستها لأن غدوة تتخرج وبش تخدم وبش تمارس حياتها اليومية. جات للمسامح كريم على أمل، على أمل أنه زراعة الأعضاء اللي ما زالت بأسف في تونس ما طورتش كما يجب، لكن خارج تونس العملية هذه ممكن. أماني اللي خارج بش تخدم على أبوها وأمها ما تصورش كان العائلة هذه عندها ما يمكن بش يخليها تنجم تقوم بهذه العملية، على الأقل أماني تقول يد واحدة، وأنا نقول إن شاء الله زوز يدين مش يد واحدة. هذايا هرب الكلام، نمشي إلى فاصل ونرجع ونودع أماني واختها وأم أماني. شكراً.